ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا موفدة تلفزيون المصري إيمان التوني مباشرة من ولاية فرجينيا. إليك إيمان بعد التحية، انقلي لنا الصورة لديك وأبرز الأحداث. بعد تحية لك يا أميرة وتحية لكل مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، أحييكم من فرجينيا حيث تستمر عملية الاقتراع وانتخاب الرئيس الأمريكي بين المرشحين. الصراع ويحتدم بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كاميلا هاريس. لا يمكن التنبؤ بالنتيجة حتى الآن نظرا لأن التقارب بينهما شديد جدا والمنافسة تحتدم. العملية الانتخابية تسير على ما يرام، لا يوجد ما يعكر صفو هذه العملية حتى الآن في ولاية فرجينيا. ولاية فرجينيا حقق التصويت فيها ل 6 مليون مواطن، 2 مليون صوتوا مبكرا عبر البريد الإلكتروني، وال 4 مليون الباقين تم تقريبا تجاوز النصف حتى الآن قاموا بالتصويت، ويبقى أقل من النصف في التصويت. الجماعات الضغط في ولاية فرجينيا مستمرة في محاولات التأثير سواء على الجانبين الجمهوري أو الديمقراطي، وإن كانت فرجينيا تميل دائما للجانب الديمقراطي، لكنها أيضا في العام 2004 صوتت لجورج دبليو بوش أو جورج بوش الابن، وهو من الجمهوريين، ولذلك يحاول ترامب وأنصاره التأثير في فرجينيا. أيضا الجالية العربية والجالية المسلمة كانت لها حضور واضح اليوم في فرجينيا على لجان الاقتراع، وإن كان يصعب أيضا التكهن بأصواتهم لمن تذهب لأنهم بدوا منقسمين أيضا في الرأي حول ترامب أو كاميلا هاريس. كاميلا هاريس أيضا تجذب أصوات المرأة بشكل محدد في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كل من ينادي بفكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن من يهتم بالاقتصاد وانتعاش الاقتصادي فهو جانب يلعب عليه ترامب أكثر. أيضا ترامب والحزب الجمهوري لديه مؤيدين من ناحية الحفاظ على القيم، فمثلا ترامب يقف ضد الإجهاض وما إلى غير ذلك. طبعا هذه يعني نبذة عن بعض القضايا التي تهم الأمريكيين في الفترة الحالية، لكن العملية الانتخابية تسير على ما يرام، والتجديدات الأمنية موجودة، والسيارات الشرطة تجوب الشوارع حول لجان الاقتراع، وأيضا الطائرات الهليكوبتر تتابع. الفوز أو لمن يحصل على نتيجة الفائز بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لابد له أن يحصل على 270 صوت من أصل 538 صوت في المجمع الانتخابي، لكن ولاية فرجينيا من الولايات المهمة لأنها تمثل 13 صوت في المجمع الانتخابي، وبالتالي يحاول كل من المرشحين جذب الأصوات في هذه الولاية المهمة. هي بالفعل واحدة من الولايات المتأرجحة ولها أصوات في المجمع الانتخابي عالية. سنتابع معك على مدار اليوم باقي التفاصيل وأبرزها.